منتهي الصلاحية عمو. الله لا فضحك بالمحلة. شو لك تشيل ما متربي إلا ولك شيل ايدك منه. عوفة عوفة يا أهل المحلة كلكم سمعوني. شكو شوفوا طارق صابونة اشدي بيعلكم. انت صوتك نصي وخلي تفاهم. لا 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 ابدا انت واحد نصاب وكلاوتشي. دكتور تعرف اكو ديون عليك؟ هاي الديون كلها راح امسحن اللي موجودة بالدفتر. شلون؟ ما سمعت. الديون اللي بالدفتر كلنا امسحن اصفر لك الدفتر كله ما يبقى عليك ولا دين. اها عش تريد؟ اي بعد با حمودي هاي اخر مرة اسامحك بيها والله العظيم. اذا مرة تانية شفتك تحكي هيك ويا استاذك عافيه والله اشلع اذانك. عافيه دكتور حسن. شلي دكتور حسن اللي يبكي منه الباكر. وي 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 اللي يبكي بعد اني سمعك تبكي منه الباكر. وي 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 بيك يمه حمودي ليش تبكي؟ خاله شكو هذا يبيع خواطف الصلاحيه ويجي عمو حسن يجي عمو حسن اللي دافع لي ويقول له امسح لك الديون وبعدين يصير علي. يا ولك صابونه ولك معفن ولك اجرب ولك انت اصلا المفروض يصحوا لك جرثومه مو صابونه. وليش على مساديه؟ على مساديه دي. عليك انت اصلا انت بكتيريا المحله. انت تريد تسمم المحله. عزيزتي سعديه تدرين شنو؟ اكو ديون عليك كلهن امسحن بس لا تفضحينا بالمحله يا سعديه. ايه وش قد يعني؟ سعديه 47 دينار و750 فلس اللي موجوده عليك ديون سابقه كلنا مسحن اصفر الدفتر بعش تردين بس لا تفضحينا. اقول حبيبي حمودي بابا هذا استاذك سعديه وانت تسمع كلمته لازم ويسويك قصة بالمحل باشر عقبه تفتح محل مثل معلمك. ايش قاعد تحكي انت يا ابني؟ رجع يبكي ابكي منه ابكي شبيك بابا حمودي شبيك بابا حمودي هذا طارق يبيع قواطف من دهي الصلاحية. شلون؟ يبيع قواطف من دهي الصلاحية ويجي عمو حسن وخاله سعدية. ايه تيجي خاله سعديه ويصيرون وياي وبعدين هو يعني انت مواطن يصيرون ضدي ولك بوني ولك يا ما ناقص يا ما تستحي تبيع مواد سامه داخل محله 601 ما لقيت غير 601 يا ترى مو كلام هذا. تعال بس لا تصيح يا اخي ما يصير لا تفضحنا بالمحل بس تعال عندي حكي وياك. تعرف اكو ديون عليك 38 دينار امسحن اللي بالدفتر. شلون؟ اكو ديون عليك 38 دينار امسحن بس تروحنا بالمحل. امسحن اي ما يبقى عليك ولا دين. لا شنو زين فوقها دينارين؟ نعلى عليك حمودي خربت بيتي. وين وين بس لازم اخلي ولك دعوفه ولك تجيب دينار تجيب دينارين هاي الدينارين لك خليهن بجيبك لا تقول المحد واس الدين بابا بابا حمودي شو يا ابني يا حمودي ايش اريدك؟ استاذك طارق ترى من الانسان المحترمين اللي داخل المحله وهو لو ما يريد مصلحتك ويخاف طبعاً. عليك طبعا هو كله من مصلحتك هذا يا حبيبي يا حمودي يا عيني. استغفر الله استغفر الله لا استغفر الله ما رجع يبكي ما تقول لي شو تريد حمودي حمودي ايش بيبكي؟ ايش بيبكي؟ طارق صابونه يبيع قواطي من دهي الصلاحيه ويجي عمو حسن وخاله سعديه وبعض غرامه فوت الناس كلها يدافعون علي فادي يقول له ما مزح ويصير ضدي كلها صارت ضدك ولك طارق ولك عار ولك يا ما تستحي ويح بس فوق ما وخر من قدام وخر يا ابو وخر من قدام يا ابو اني اهل المحله اني واحد كلاوتشي صح واحد نصاب صح ابي معجون انت يا صلاحيه لكم كلكم فلك سمعت